احنا حياتنا ايها الابناء والاخوة حياة جهاد، جهاد على الارض، جهاد مع النفس من الداخل، وجهاد مع الشيطان وقوى الشر من الخارج. والمفروض اننا نغلب في هذا الجهاد. والسيد المسيح في سفر الرؤيا كرر عبارة من يغلب فسأعطيه كذا وكذا وكذا، بمكافآت عديدة للغالبين. فهل أنت في حياتك غالب أم مغلوب؟ هل أنت في حياتك غالب أم مغلوب؟ والشر يأتيك عن طريقين، طريق من الداخل وطريق من الخارج. طريق من الداخل أي من أسلوب فكرك ومشاعر قلبك من الداخل، ونياتك وطبيعة روحك هي من جوه، يعني دي ملهاش دعوة بالحروب الخارجية. يعني في إنسان مغلوب من طباعه، مش مغلوب من الشيطان، مغلوب من طباعه. مثلا من طبعه حب السيطرة، أو من طبعه العناد، أو من طبعه إنه ديكتاتور متمسك برأيه، أو طبعه عدواني يغضب بسرعة ينفعل عثور أعصاب، أو إنسان شتان، أو إنسان من طبيعته الظلم أو القسوة. أو تاجر من طبعه الجشع، أو تلميذ من طبعه الغش. أو إنسان من طبعه محبة الإزدياد والطمع، أو شخص من طبعه محبة العلو والعظم. أو إنسان من طبعه الكذب وتغطية الأخطاء بأي كذب. كل دية طباع في الإنسان من الداخل، ونوعيات من النفس. ما يجيش يقول الشيطان تعبني، لا، الشيطان ممكن يستغل الطبع اللي فيه ويفتح له طرق ومجالات، لكن أساس الطبع اللي فيه. فإذا أردت أن تغلب، اغلب نفسك أولا، انتصر على نفسك أولا، انتصر على فكرك، على مشاعر قلبك، على طباعك، على عاداتك. إن كانت فيك عادية عادة رضية بشكل ده تبقى غالب. لأول نوع من أنواع أن الإنسان يغلب. في واحد مثلا من طبعه الحسد، زي أخوة يوسف، ما حسدوا يوسف وكانت النتيجة أن باعوه كعبد وكانوا عايزين يقتلوه. تقول لي هنا الشيطان؟ لا، هم من جوه نفسيتهم كانت رديئة في ذلك الحين.
قايين. قايين لم يكن هناك شيطان يحاربه لكي يقتل أخاه هابيل، بل إن الله أنظره وقال له في خطية رابطة عندك وإنت لسه مسيطر عليها، لكن هو خضع عليها وفضل يتمادى في المشاعر الردية لغاية لما قام على أخيه وقتله. ده لم ترد في قصته أبدا سيرة الشيطان. أو مثلا شاول الملك في علاقته مع داوود، أتاه الحسد ضد داوود إن النساء قالوا إن شاول بيقتل للآلاف وداوود بيقتل للعشرات الآلاف، فغار منه بعد كده ياخد مني الملك، وابتدى يدوخ داوود في كل حته. الشيطان قال له اعمل كده، طبعه الرديء اللي هو اللي جاب له الحاجات دي. أخاب الملك وزوجته إيزابيل حين أراد أن يأخذ حقل نابوت اليزرعيلي، قلبه من جوه كان يحب الازدياد، ما كفهوش الملك والعظمة، عايز حتى الحقل ده كمان ياخده. فدبر مؤامرات واتهم نابوت هو ومراته، مراته هي كانت السبب، اديته النصيحة الردية، اتهموه بالتجديف وقتلوه عشان يورثوه. فكل دي اشياء تدل على ان ممكن الخطية تأتي من الداخل وليست من الخارج، ولازم الإنسان يقاومها وينتصر عليها. خد يهوذا مثلا اللي كان بيتعبه محبة المال، وكان بيسرق الذي يوجد في الصندوق، ولكن أخيرا لما الشيطان لقاه مادة سهلة دخله الشيطان في المرحلة الأخيرة. الشيطان نفسه كيف سقط؟ سقط بحب العظمة، ما كانش فيه شيطان آخر يغريه، هو من داخله فسد من جوه، كان مغلوبا من نفسه، كان مغلوبا من نفسه. لكن مع ذلك الحروب تأتي للإنسان من ثلاث طرق تقريبا، إما من داخل نفسه لإما من الناس، من الناس لإما من الشيطان، الثلاثة دول. الحروب التي تأتي من الناس مثل حرب الإغراء مثلا، حرب الإغراء تعرض له يوسف الصديق ولكنه كان غالبا وانتصر على هذه الحرب. نفس هذا الإغراء تعرض له داود فسقط. في حرب من الخارج، لكن الحرب من الخارج يبقى أمامها إيه مدى تجاوب الإنسان، هل يتجاوب معها بأنه يقف ضدها، أم يتجاوب معها بأن يستسلم ليها. برضو ترجع لنفسه برضو. حرب الإغراء ثم أيضا حرب الإيذاء، إنسان تجيله أذية من بره،
زي ما حدث لداود مع شاول، وزي ما حدث ليوسف مع اخوته. برضو يبقى ايه مدى تجاوب الانسان مع الموضوع ده. او من الخارج تأتي للانسان افكار، افكار من المعاشرات الردية، فكل ما الانسان يخش في معاشرات ردية يحارب بخطايا ويبقى هل يخضع ام لا يخضع، يقبل ام لا يقبل. واول مزمور لينا في صلاة ذاكر يحذرنا من هذا، ويقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ممكن المعاشرات الردية تجيب أفكار، وبولس الرسول يقول المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. ممكن من الخارج تأتي محاربات في العقيدة زي أصحاب البدع وأصحاب الهرطقات وأصبح أصحاب الأفكار المنحرفة، زي ما يجيلنا محاربات من شهود يهوى، من السبتيين، من المرمون، من أمثال هؤلاء. وبولس الرسول يحذرنا من هذا الأمر، يقول أتيناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيما، فليكن محروما، في غلطي 1:8. ويوحنا الحبيب يقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام، ومن يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. لأن ممكن تجيلنا مشاكل من بره، وعلينا أن ننتصر بمقاومتها وبرفضها. يجي لك فكر من بره، تقعد تشتغل مع الفكر وتطول فيه وتمط فيه، تقع. كنت عايز تغلط، اول ما يجيلك فكر شرير اطرده بسرعه، استبدله بفكر خير، لكن لا تترك نفسك نهبا للافكار الشريره. ممكن النتيجه الحروب من الشيطان، زي التجربه على الجبل بالنسبه للمسيح، حروب من الشيطان. بس حروب الشيطان يعرض ولا يرغب، يعرض عليك الفكر وانت حر تقبله او لا تقبله، لكن لا يرغمك على قبوله. وبولس الرسول يقول في عبرانيين 12:4 لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. والرسول يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. صحيح بيقول إبليس زي أسد دائر يقول ملتمسا لن يبتلعوا، لكن بيقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس من شأنه أن يحارب، أما نحن فمن شأننا ألا نقبله. كان بيحارب حتى اباء البريه، ويحارب البعض بالرؤى الكاذبه وبالاحلام الكاذبه وبالخداع، وحارب انبا انطونيوس بالتخويف وبالضرب. لكن كان القديس انطونيوس ثابتا وغالبا فانتصر عليه.
الرسول يقول قاوموه راسخين في الإيمان، يعني قاوم إبليس وانت راسخ في الإيمان، عارف انك انت ربنا مش هيسيبك ومؤمن ان هتجيلك مهونة من فوق. إبليس ممكن ان يحاربك بالشكوك، وعليك انت انك ترفض هذه الشكوك راسخا في الإيمان ايضا. وبولس الرسول على كل الحالات يقول عن إبليس نحن لا نجهل حيله، ده مكشوف امامنا وما لا نخدع بحيله ابدا. كل دي حروف تأتي للإنسان ومفروض أن يكون غالبا لا مغلوبا، والرسول يقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، لأن اللي بيرتكب الشر هو مغلوب. قايين لما قتل أخاه كان هو الضعيف وهو المغلوب من خطية القتل. أخاب الملك لما قتل ناموت الجزرائيلي كان هو المغلوب من خطية حب القنية وحب الاتساع ومن خطية الكذب والمؤامرة والقتل، كان مغلوب. عشان كده ربنا قال له في الكلاء في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم ناموت الجزرائيلي تلحس دمك أنت أيضا، كان مغلوب. نحن نغلب بنقاوة القلب، إذا أردت أن تغلب حافظ على نقاوة قلبك. القلب النقي حصن لا ينال أبدا. وإن أردت أنك أنت تغلب بقدر إمكانك ابعد عن اماكن العثرة لئلا تضعف امام العثرات. وان اردت ان تغلب مفروض انك تتصف بالحكمة، لان الانسان الحكيم يعرف كيف يتخلص من الخطية ويعرف كيف ينقي قلبه. وإن أردت أن تغلب اهتم بالصلاة، اطلب مهونة من ربنا. وإن أردت أن تغلب ليكن لك تواضع القلب، لأن الشياطين لا تستطيع أن تقاوم المبتدع. قالوا مرة للقديس مكاريوس الكبير، قالوا له أنت تصوم ونحن لا نأكل، انت بتسكن للبراري واحنا بتسكن برضو البراري، انت تسهر ونحن لا ننام، ولكن بشيء واحد تغلبنا. قال لهم ايه؟ قالوا له بتواضعك. ان يشتم يقدر يتواضع. فلما تتواضع ربنا يعطيك القدرة على انك تغلب الشياطين. ايضا تغلب بالشجاعة، بقوة القلب والشجاعة، كما غلب الشهداء بالشجاعة. وايضا تضع امامك ان الله قد خلقنا للخير، الخير نحو الأرض في أن نعمر الأرض، والخير نحو الناس في أن احنا نقدم لهم الخير، نحب الخير ونحب الغير ونقدم الخير للغير. ده الطريقة اللي انت تسلك بيها لكي تخلق. وربنا يكون معاكم جميعا.